السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم من جديد لشروحات جديدة بإذن الله. لا تنسوا تشتركوا في القناة، تفعلوا زر التنبيهات لمشاهدة جميع المقاطع عشان تجيكم الإشعارات أول بأول. كمان يمكنكم تدعموا قناتنا بالبحث عن قناتنا الثانية جي 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 1 إكس أو الدكتور جمال بالعربي. هتضغطوا اشتراك وتفعل زر التنبيهات، ممكن تدخلوا على القناة وتشيكوا عليها وتشوفوا الأشياء اللي فيها. توجد فيها العديد من الأشياء اللي قاعدين نشرحها في لغة بسيطة وعامة وإن شاء الله الكل يفهمها. غير كذا في قوائم تشغيلية زي ما أنتم شايفين، في عناوين طبية وعناوين تقنية وغيرها الكثير. ما راح أطول معكم، ممكن تروحوا وتتفحصوها بنفسكم. وإلى مقطع جديد، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في المحاضرة أو البارت 1 of the cell، محاضرة الخلية، عن تركيبات أو components of the cell، من إيش يتكون، من السيتوبلازم والأورجانيلز والسيتوسول، تكلمنا عليهم، تكلمنا على السيل ميمبرين، الغشاء الخلوي وإلى آخره. توقفنا عند الإندوبلازم كريتيكولوم، شرحناها. فالستركشر أوف إندوبلازم كريتيكولوم، الستركشر اوف اندوبلازميك ريتيكولوم هو عبارة عن يعني بيكون زي ما قلنا، عندنا النيوكليوس بيحط فيها النيوكليير ميمبرين. النيوكليير ميمبرين هذا تكون الرف اندوبلازميك ريتيكولوم اكستند فروم ذا اللي هو نيوكليير ميمبرين. سميت بالرف اندوبلازميك ريتيكولوم كما قلنا بسبب وجود الرايبوزوم. ثم there is a joint between the rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum and it's called smooth، يعني ناعمة، بسبب انه no ribosome on the smooth endoplasmic reticulum. طيب the function of the rough endoplasmic reticulum، first involve in protein synthesis because it's contain اللي هو الرايبو زوم، فهي تعمل على صناعة البروتين. modification of newly formed protein كمان بتعمل modification، تعديل، يعني تعديل لشكل أو تصنيع هذا البروتين. and transport of this protein وظيفتها كمان يعني تقوم بالترانسبورت، بنقل البروتينات to other location within the cell، يعني تقوم بنقل هذه البروتينات التي تصلحها في فيزيكلز يعني حويصلات، وتقوم بالترانسفير او ترانسبورت ذيس بروتينز تو اذر لوكيشن اون ذا سيل، يعني الى مكان اخر في السيل. اما بالنسبه لسموث اندوبلازميك ريتيكولوم احنا تكلمنا عليها شويه، انه بتعمل كونتين انزيم فور ليبيد بايوسينثيسيس، يعني تكوين الليبيد سبيشالي ذا سينثيسيس اوف فوسفو ليبيدز، تكلمنا عليها في اللكشر الماضي. الرايبوزوم، الرايبوزوم اللي هو مكان تصنيع البروتين or synthesis of protein، it's located on the rough endoplasmic reticulum، مكانها فوق ال rough endoplasmic reticulum. location found attached to rough endoplasmic reticulum or أو أحيانا تكون floating freely in the cytosol، بعض الرايبوسومز تكون موجودة حرة طليقة في السيتوسول، في الفلويد اللي موجود داخل السيتوبلازم. produce in a part of the nucleus، يعني يتم تكوين هذا الرايبوزوم في جزء داخل النيوكليوس واللي تعرفنا عليه اللي هو النيوكليولوس، called nucleolus، يعني يتكون في جزء من النواة، هذا الجزء من النواة يسمى نيوكليولس اللي هي النوية. function of ribosome زي ما قلنا، أول شيء site of protein synthesis، مكان تكوين البروتين اللي هو protein factor of the cell or protein factory of the cell، يعني مصنع البروتين في الخلية. the structure of الribosome، هذا عندكم الribosome زي ما شايفين. فالstructure قال consist of small and large unit، فعندنا هذه small unit هذه large unit، large ribosomal units subunits and small ribosomal subunits. كمان بيتكون consist of ribosomal RNA and structural protein،
عندنا ال RNA messenger RNA بيرتبط فيه، وكمان عندنا اللي هو structural بروتين اللي هو البوليبيبتايد. البوليبيبتايد اللي هو نفسها هي البروتينز. هذا هو عندنا ال large subunits وال small subunits، يحصلهم joining مع بعض تكون لنا اللي هو الرايبوزوم. طيب الجيولوجي apparatus أو الجيولوجي كومبلكس. جيولوجي كومبلكس يعني يحتوي على الجيولوجي بودي والجيولوجي apparatus. اللوكيشن، مكان الجيولوجي apparatus near to the cell membrane، يعني لو جينا نقول الرف endoplasmic reticulum near to the nucleus، أما الجيولوجي apparatus أو الجيولوجي كومبلكس near to the cell membrane. looks like stack of plate، يعني بيكون شكله على شكل plate، صفائح. molecules transported to and from the geology body by means of vesicles. ال geology apparatus or geology body بيتم نقل ال molecules إلى داخل وخارج الجيولوجي أبريتس عن طريق حاجات تسمى الفيزيكلز. الفيزيكلز اللي هي الحويصلات، يعني المواد هذه تتكون في حويصلات ثم تنتقل. يعني البروتين يتم synthesis on the ribosome ثم بيروح الجيولوجي أبريتس أو الجيولوجي بودي عشان يعمل له فيزيكلز حويصلات، ثم ينتقل من وإلى خارجه. function packages. باكجز معناها انه يسوي لها باكج، يعني يغلفها. فعندنا البروتين زي ما قلنا يتم صناعته في الرايبوزوم، ثم يروح الى الجيولوجي بودي علشان يحصل له فيزيكلز، يعني يتغط او يحصل له باكج ان فيزيكلز. فالفانكشن اوف جيولوجي بودي از باكجز اند موديفايز، كمان بيسوي تعديل شويه للبروتينز. and transport، لأنه الحين هذه الفيزيكلز يصير لها transportation يعني عملية نقل، فوظيفتها package تغليف modified تعديل و transport materials to different location inside or outside of the cell. فبعد ما تتكون الفيزيكلز هذه بعد التعديل عليها يحصل لها عملية النقل سواء داخل الخلية أو خارج الخلية. structure of geology complex، هذه الخلية، هذه النيوكليوس، هنا عندنا الرف endoplasmic reticulum، هنا عندنا smooth endoplasmic reticulum، وهذا cell membrane. near to the cell membrane is the geology body. طيب geology body فيه مركبات، وأهمها اللي هو cytosemia، وهي المادة اللي داخل الجيولوجي أبريتس. هذا أهم شيء. فعندنا كمان اللي هو نيو فيزيكلز فورمينج، هنا يتم تكوين اللي هو الفيزيكلز هذه. فالفيزيكلز هذه يحصلها ترانسبورت from the rough endoplasmic reticulum عشان يتم يحصلها موديفيكيشن وكده. عموما ستراكشر ما مهم جدا، يعني ميتوكوندريا وزي ما سميناها الباور هاوس، الباور هاوس بوت بيت الطاقة of the cell. هذه هي الميتوكوندريا. الميتوكوندريا is a cellular respiration، يعني عملية تصنيع الطاقة في الميتوكوندريا تسمى cellular respiration. طبعا في المستقبل هتاخذها في nutrition، في التغذية. في عندكم حاجة اسمها اللي هو electron transport or respiratory chain transport. هذه عبارة عن عملية or pathways راح تتعرفوا عليها لاحقا، يتم من خلالها تحويل مركبات إلى ATP. ATP اللي هي وحدة الطاقة. فالميتوكوندريا is cellular respiration occurs here to the release of energy for the cell to use. يعني ATP هذا يتم الميتوكوندريا تستفيد من الأكسجين أو respiration أكسجين عشان تكون لنا الـ ATP اللي بيستخدم هنا
للخلية علشان يعني تقوم بعملها. bounded by double membrane، فيها double membrane، هذا membrane نسميه outer membrane وهذا inner membrane. it has its own standard strand of DNA. عندنا الـ DNA يوجد في النيوكليوس زي ما عارفين وبيحاط في النيوكليير ميمبرين، لكن من أماكن الـ DNA كمان يوجد في الميتوكوندريا. So if there is a question asked you where we can found the DNA، يعني أين يمكن أن نجد الـ DNA، we can found it on the nucleus في الخلية، also we can find it on the mitochondria. طيب structure of mitochondria زي ما قلنا بتحتوي على two double membrane اللي هو inner membrane and outer membrane. ال inner membrane لو لاحظتوا انه فيه zigzag form، these zigzag forms is the invagination here، التداخل اللي هنا يسمى اللي هو كريستيا، والمادة اللي داخل تسمى ماتريكس. فالكريستيا found on the inner membrane which is invagination، يعني حاجة كده خاشة لجوا. طيب outer mitochondrial membrane، inner mitochondrial membrane زي ما تحدثنا قبل شوي. fluid on the center form اللي هو الماتريكس، زي ما قلنا هذا الفلويد يسمى الماتريكس. عندنا contain its own DNA زي ما تكلمنا، عندها DNA خاص فيها. اللايسوسومز واللي هي المواد اللي بتقوم بالتحليل السموم وغيرها، راح نتعرف عليها الحين بعد شوية. اللايسوسومز لوكيشن، موقعها في السيتوبلازم، هذه شكل اللايسوسومز. فانكشن اوف ذا لايسوسوم، كونتين دايجستيف، يعني عندها دايجستيف انزيمز، يعني عندها محفزات هضمية. ذات بريك داون ذا ويتسز، يعني عندها انزيمات او محفزات. digestive enzymes يعني هاضمة، عندها انزيمات هاضمة. that's break down the waste، يعني تقوم بتكسير الفضلات او المواد الاخرى. كمان عندها وظيفة other function is help digest food particle inside، كمان تساعد في عملية هضم digestive food، الطعام المهضوم. help in digestive foreign materials، كمان بتقوم بعمل اللي هو المواد الغريبة عن الجسم الإنسان، تقوم بهضمها. ثم from the outside of the cell، اللي جاية من برا الخلية. هذا اللايسوسومز، بيجي عندنا اللي هو الفود اللي هو follicles، بيحصل لها ترتبط فيها اللايسوسوم، عشان يكون اللايسوسوم بيحصل عملية الدايجستشن عشان يقوم بهضمه أو تكسيره عشان ما يحصل عندنا مشكلة. طيب البريو اكسوسوم، اوكي البريو اكسوسومز، ايش هو البريو اكسوسومز؟ اول شيء اللوكيشن، موضعه او موقعه في السيتوبلازم. الفانكشن breaking down of H2O2، وهي نوع من أنواع الفري radicals، يعني نوع من أنواع الفري radicals. synthesis H2O2 when needed، يعني وظيفته يكسر هذا اللي هو الفري radicals ال H2O2 اللي هو الهيدروكسيوم بيروكسيد، فيقوم بتكسيره لأنه هو ضار للجسم، وبنفس الوقت يقوم بالسينثيسيس، يعني at the same time if there is needed for H2O2 so the peroxisome synthesis the free radicals، but when there is no need it's breaking down these molecules، يعني بتنتج هذه المادة وهي نفسها بتكسرها. السيتوسكيلتون،
cytoskeleton location. Other protein filaments are a network of proteins. A cytoskeleton هو الهيكل الخلوي وبيتكون من proteins filaments خيوط بروتين أو networks شبكات of protein يعني بيتكون من proteins fibers in the cytosol يعني موجود في السيتوسول عبارة عن خيوط و networks اللي هو شبكة of protein من البروتينات أو fibers proteins الألياف البروتينية الذي يكون موجود في السيتوسول يعني في السيتوبلازم. structure made of three layers يعني بيتكون من ثلاثة layers of filaments من هذه الخيوط. هذه الخيوط تسمى micro tubules يعني micro tubules زي ما هي يعني عبارة عن tubes أنابيب micro tubules and micro filaments عبارة عن خيوط micro حجمها صغير جدا and intermediate filaments بمعنى اللي هو عندها متوسطة الحجم من الخيوط هذه. The function of the cytoskeleton give the cell its shape. زي ما قلنا هو السيتوسكيلتون is الهيكل الخلوي يعني زي السكيلتون اللي موجود في جسم الإنسان. سكيلتون الجهاز أو السكيلتون اللي هو الهيكل اللي في جسم الإنسان لو مو موجود الإنسان يعني ما عنده شكل. فهنا السيتوسكيلتون هي اللي تعطي كأنها العظم للخلية فتعطي its function is to give the shape. Also help in cell move. تساعد في عملية حركة الخلية. هذه الأنواع microtubules, microfilaments, and intermediate filaments. لو لاحظت إنه microfilaments is small, أما intermediate زي ما قلنا متوسطة. أما microtubules فهي عبارة عن أنابيب كبيرة شوية. cytoskeleton عندنا اللي هو extracellular fluid عندنا زي ما قلنا في عندنا في السيتوبلازم زي الكربوهيدرات الجلايكوبروتينز عندنا كمان الكوليسترول كاليبيدز موجودة عندنا في السيتوبلازم هذا هم. فعندنا اللي هو الفيلمنتس اوف ذا سيتوسكيليتون هذه هي الفيلمنتس اوف ذا سيتوسكيليتون اللي بتعطي الدعامة أو shape of the cell. السنتريوز أو الجسيم المركزي helps in اللي هو cell deviation في عملية انقسام الخلية. location in animal cells only near to the nucleus موجود بس في الخلايا الحيوانية ليست موجودة في الخلايا النباتية فموجودة في الخلايا الحيوانية فقط يكون قريب من النيوكليوس من الخلية. So centrioles found in animal not on plant. Structure paired organelles found together pairs of microtubular structure يعني بيحتوي على paired يعني كده من جهتين مع بعض اللي هو من الأورجانيلز العضويات التي تتكون مع بعض على شكل tubular. لو لاحظتوا انها عبارة عن tubules tubules أنابيب كأنها. function زي ما قلنا اللي هو cellular reproduction يعني اللي هو cell division في عملية التكاثر أو اللي هو الانقسام بمختصر اللي هو cell division زي ما قلنا. طيب الحين كل هذا اللي تكلمنا عليه اللي هو في الأيوكاريوتيك animal cells في الخلايا الحيوانية. الآن ندخل أيوكاريوتيك cell organelles في البلانت سيل في الخلايا النباتية. فيها السيل ميمبرين زي الانيمال. في السيتوبلازم زي الانيمال. في السيتوسول زي الانيمال. في النيوكليوس زي الانيمال. في الاندوبلازمك ريتيكولوم زي الخلايا الانيمال. same as animal right now. الرايبوزوم same as animal. جيولوجي كومبلكس same as like animal. mitochondria same like animal. Bryo oxyomes
same like animal. Lysosome, same like animal. Cytoskeleton, same like animal. Plus cell wall, الجدار الخلوي. Cytoskeleton, الهيكل الخلوي. لكن في عندنا كمان cell wall, which is found only in plant, في الخلايا النباتية. كمان عندنا اللي هو ما مبين بسبب الكلر, هنشوفه بعد شوية. وعندنا اللي هو كمان الفوليكلز. الفاكيولوس, الفاكيولوس هذه هي هذه هي اوكي اللي بتقوم بوظيفة في الطعام, راح نشوفها بعد شوية. Only also found on plant, راح تعرف عليهم بعد شوية. Plant cell, all organisms described in animal cell are also found in plant cell. يعني كل شيء موجود من العضيات اللي موجودة في الانيمال, في في الخلايا الحيوانية, موجودة كمان في البلانت سيل. In addition, يعني البلانت سيل الخلايا النباتية عندها شيء إضافي اللي هو السيل وول زي ما قلنا, كمان اللي هو large central vacuoles زي الحويصلة كمان. ثلاثة اللي هو كلوروبلاست, كلوروبلاست اللي بتكون اللي هو الكلوروفيل, هنشوفه بعد شوي, اللي هي بتعمل عملية الفوتوسينثيسيس, اللي هو الفوتوسينثيسيس اللي هو عملية البناء الضوئي, اللي هو اللي هو الكلوروبلاست. فالكلوروبلاست موجود فقط في البلانت عشان بيعمل عملية البناء الضوئي. أول شيء السيل وول, the cell wall found in plant and bacterial cells, فما موجود في الانيمال, موجود في البلانت والبكتيريا. Location, outside of the cell membrane. So عندنا هذا السيل ميمبرين, من برا عندنا اللي هو السيل وول, من جوا عندنا هنا ايش السيتوسكيلتون. ستراكشر, الشكل, عندنا اللي هو سيلولوز فايبرز, يعني بيتكون من سوري ستراكشر اللي هو التركيب من السيلولوز. السيلولوز هذا نوع من انواع السكريات, بولي ساكرايد يعني نوع متعدد السكريات, فايبرز فبيتكون من ايش سيلولوز. فانكشن, ايش وظيفة السيل وول, بروتكت ذا سيل فروم ذا هارمفول اكسترنال اللي هو انفيولنس, يعني بيحمي الخلية من الضرر الخارجي. هيلبس ان سيل كيب اتس شيب, كمان بيعمل وظيفة سيم از اللي هو السيتوسكيلتون. Prevent the cell from absorbing too much water, كمان تمنع الخلية من أو تقلل الخلية من عملية امتصاص تبع الموية, فتخلي الخلية تمتص less amount of water, كمية قليلة من الماء. هذا السيل وول كبكتشر. كلوروبلاست, زي ما تكلمنا كلوروبلاست هي عبارة عن كلوروبلاست اللي بتسوي عملية البناء الضوئي. نشوف هي ايش هي. كلوروبلاست found only in plant cell, موجودة في الخلايا النباتية فقط. contain the green pigment اللي هو الكلوروفيل زي ما قلنا. فالكلوروبلاست تحتوي على الصبغة الخضراء اللي هو الكلوروفيل. site of food اللي هو جلوكوز. production where the photosynthesis, يعني photosynthesis عملية البناء الضوئي take place. So the photosynthesis take place on the plant cell, يعني بتعمل عملية البناء الضوئي في الخلايا النباتية. Where on the اللي هو chloroplast, في الكلوروبلاست. طيب زي ما قلنا الكلوروبلاست مكان لصناعة الجلوكوز, عشان كده هي ذاتية التغذية. Bounded by the double membrane, يعني كمان بيغطى ب double membrane, طبقتين من الممبرين, inner membrane و outer membrane زي ما عرفنا. الفاكيوز,
الفاكيولز is a large scintillar vacuoles usually in plant. يعني موجودة هذه الفاكيولز أو الحويصلة داخل تكون كبيرة، مهمة إنه تكون إنه large large scintillar، كما تكون في المنتصف. إحنا عندنا a lot of vacuoles but it's small، يعني في موجودة vacuoles لكن هي صغيرة، اللي يعني on the animal. Also in plant there is small vacuoles but there is central or large central vacuoles، يعني في واحدة بس تيجي حجمها كبيرة موجودة في البلانت، لكن البلانت والانيمال مع بعض فيهم vacuoles لكن تيجي صغيرة. Many are smaller، يعني أغلبها تجي إيش smaller في الانيمال سيلز، يعني في الخلايا الحيوانية تيجي حجمها صغير. Structural membrane bounded، يعني تغطى برضه بغشاء. الفانكشن الوظيفة storage بيعمل على تخزين الطعام، digestion هضم الطعام، and waste removal بيعمل على إزالة الفضلات. water balance كمان بيعمل على حفظ الماء عشان يعمل لنا water balance اللي هو التوازن. طيب compare of the construct of plant and animal cells، يعني الفرق بينهم زي ما قلنا الانيمال سيلز والبلانت سيلز. البلانت سيلز عندها سيل وول، الانيمال سيل ما عندها. البلانت سيل عندها سيل ميمبرين، الانيمال سيل برضو عندها سيل ميمبرين. سيتوبلازم سيتوبلازم، فاكيولز فاكيولز، نيوكليوس نيوكليوس. لكن البلانت سيل عندها كلوروبلاست، هنا نون. كمان واحدة من المميزات اللي قلنا اللي هو central or large central vacuoles، فهنا هتكون اللي هو مش نان small، نقدر نقول small اللي هو central vacuoles. هذه الفروقات في البلانت والانيمال سيلز. كمان هذه بعض الفروقات مرة ثانية، البلانت فيها سيل وول، فيها سيل ميمبرين، فيها سيتوبلازم تكلمنا عليهم، الفاكيولز الحويصلات، النيوكليوس النواة، الكلوروبلاست، الكلوروبلاست اللي موجودة اللي تسوي عملية الفوتوسينثيسيس عملية البناء الضوئي. أما الأنيمال فما فيها سيل وول لكن فيها سيل ميمبرين الغشاء الخلوي، فيها سيتوبلازم الفلويد اللي يكون، vacuoles فيها اللي هو الحويصلات، nucleus الخلية فيها، but الكلوروبلاست ما فيها. هنا compare برضو of the animal and cell and cell and plant cell. الانيمال فيها فقط centrioles اللي مش موجود on the plant cell، so the centrioles are found just only on the animal cell اللي هو الجسيم المركزي for cell division، يعني على عملية الانقسام الخلوي. وأما البلانت سيل ففيها أو تمتاز it's recognized by the cell wall الجدار الخلوي والكلوروبلاست for chlorophyll pigmentation للصبغة الخضراء، لكن هي تشترك في جميع هذه الخصائص اللي تكلمنا عليها سابقا. quick review مراجعة سريعة، which organelle is control central of the cell. 5 seconds، 5 ثواني عشان تعرف الإجابة، اللي هو النيوكليوس صح، الخلية. طيب which organelles hold the cell together، يعني تتماسك الخلية مع بعضها، cytoskeleton or cell membrane. طيب which organelles are not found in prokaryotic cells، يعني الorganelles اللي مش موجود في البروكاريوتك في البداية النواة. yes ما فيها nuclear involvement، ما فيها غشاء نووي، كمان ما فيها حويصلات سوري ما فيها عضيات اللي هو organelles. طيب which organelles help in cell to make proteins. 5 seconds، 5 ثواني، ايوه الرايبوزوم.
which organelles helps in destroy wastes اللي هو الفضلات اللي يهق الخلية؟ أيوة اللايسوسوم. which organelles produce energy الباور هاوس؟ 5 ثواني. yes الميتوكوندريا. thanks for watching, that's part 2 of the cell introduction to general biochemistry. see you soon, thanks for watching. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, رجعنا لكم من جديد لشروحات جديدة بإذن الله. لا تنسوا تشتركوا في القناة, تفعلوا زر التنبيهات لمشاهدة جميع المقاطع عشان تجيكم الإشعارات أول بأول. كمان يمكنكم تدعموا قناتنا بالبحث عن قناتنا الثانية JJJ1X أو الدكتور جمال بالعربي, هتضغطوا اشتراك وتفعل زر التنبيهات. ممكن تدخلوا على القناة وتشيكوا عليها وتشوفوا الأشياء اللي فيها, توجد فيها العديد من الأشياء اللي قاعدين نشرحها في لغة بسيطة وعامة وإن شاء الله الكل يفهمها. غير كذا في قوائم تشغيلية زي ما أنتم شايفين, في عناوين طبية وعناوين تقنية وغيرها الكثير. ما راح أطول معكم, ممكن تروحوا وتتفحصوها بنفسكم. وإلى مقطع جديد, ونقول بسم الله الرحمن الرحيم.